61 عاماً مر على تأسيس الجمعية العربية المتحدة للأدب والفنون في حلب، التي ساهمت ولا تزال بنشر الثقافة والأدب والفن من خلال الأنشطة المتعددة. نحتفي بالذكرى 61 لتأسيس الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون. هذه الجمعية التي تعنى بالشأن الثقافي، ومنذ منتصف القرن الماضي قادت الحركة الفكرية والثقافية والمسرحية في مدينة حلب، وانتسب لها عدد مهم من المفكرين والأدباء، وقدمت عدد كبير من الفعاليات والمناشط الثقافية. عندما نحتفل اليوم بعيد التأسيس للجمعية فإننا نحتفل باحتفالات كثيرة، نحتفل ببقاء الثقافة شعلة متوقدة في حلب، نحتفل بصمود أهالي حلب بوجه الإرهاب 8 سنوات، نحتفل بانتصارات الجيش العربي السوري التي نسمع بها يوما بعد يوم، نحتفل بوجودنا في سوريا باقون باقون باقون. توعينا أكثر، من خلينا نسمع شو بدي أقول لك طرب، خلينا ما ننسى تاريخنا وآرائنا والشغلات اللي بنحبها، بنضل بنجي بنحضر فعاليات، نسينا شوي الهموم الحرب القصص هذول كلهم. والله شيء حلو، يعني هذا شيء يفرح، يعني كورالنا كورال وكورال كورال بلد، هذا تراث بلد. هي بكفي انه منبر للثقافة، يعني لسه سوريا مهد الحضارة، وبوجود هيك جمعيات هذا شيء بيشرفنا وبيرفع راسنا. وفي الحفل الخاص بالذكرى 61 أقيم برنامج تضمن عرض فيلم وثائقي وثق مسير الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، إضافة إلى عرض عمل مسرحي، والختام مع كورال الجمعية الذي أدى عددا من الأغاني الوطنية. وبين أنشطة ثقافية وفنية تبقى الجمعية المتحدة للآداب والفنون نافذة على الفنون وبمختلف مجالاتها.